مسؤوليتنا حماية الانتخابات. التزام القوات الأمنية بالحيادية الكاملة ورفض استغلالها من أي طرف سياسي ومنع الضباط من ممارسة أي تأثير على الجنود والمراتب عند إدلائهم بأصواتهم أو إغلاق الطرق في دائرة انتخابية ما بقصد التأثير على الناخبين لصالح طرف ما، توجيهات أصدرها القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي للقوات الأمنية قبيل موعد إجراء الانتخابات، وتحولت إلى أوامر بكتب رسمية عممت على جميع التشكيلات الأمنية والعسكرية. توجيه السيد القائد العام للقوات المسلحة أمر على كافة القوات المسلحة ومن ضمنها وزارة الداخلية، وكوني وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة وعضو اللجنة الأمنية العليا للانتخابات رئيس اللجنة الإدارية، تم تنفيذ أوامر السيد القائد العام للقوات المسلحة بتعميم كتب وأوامر إلى كافة توابعنا مديريات شرطة المحافظات وبغداد وكافة توابع وزارة الداخلية بأن يكونون على مسافة واحدة من جميع المرشحين وعدم التأثير على أي منتسب أو ضابط بترشيح أو انتخاب شخص عن آخر، كل سواسية كل المرشحين على مسافة واحدة. المشاركة في الانتخابات وحمايتها مهمتان أساسيتان على عاتق القوات الأمنية، أما التوجيهات الأخيرة فأعطتها زخما معنويا ودافعا أكبر في الحفاظ على إنجاح العملية الانتخابية. قواتنا الأمنية بكل تشكيلاتها ومن خلال اللجنة الأمنية العليا مستعدة لهذا الموضوع، سواء من الناحية الإدارية أو اللوجستية أو من ناحية مشاركة كل الضباط والمنتسبين في هذا العرس الانتخابي، وبالتأكيد هو اختبار نهائي للجنة الأمنية العليا قبل الولوج والدخول في العرس الانتخابي يوم 10/10 بإذن الله تعالى. هناك فرق مراقبة راح تكون متواجدة أثناء التصويت الخاص، وإحنا يعني حقيقة وصل عدد المراقبين المحليين إلى رقم كبير جدا، بالإضافة إلى توافد المراقبين الدوليين ومنظمات المجتمع المدني وكل المنظمات المعنية بشأن الانتخاب. أكثر من مليون عنصر أمريكي سيشارك في يوم الاقتراع الخاص في انتخابات هي الأولى من نوعها لا يرشح فيها قائدهم الأعلى، ما يعطي هذه الانتخابات بعدا آخر يعظم موثوقيتها لدى فرقاء الساحة العراقية. علي الأحمد، العراقية الإخبارية، بغداد.